47 مليون دولار أمريكي سعر عقدها، وسيارة بتبلغ قيمتها 3 مليون دولار أمريكي. تخيل 3 مليون دولار. ومش بس هيك، ارتبط اسمها بعقد من متحف دار كارتييه ما إله ثمن. تعتبر أحلام من أغنى نجمات الخليج، ولكن هل كنتوا بتعرفوا تفاصيل أغلى السيارات والمجوهرات اللي بتملكها؟ بحلقة اليوم من تفاصيل رح أكشف عن سعر ممتلكات النجمة أحلام، واللي بالتأكيد رح تفاجئكم. من المعروف عشق الملكة أحلام للمجوهرات والسيارات الثمينة، خلونا نقتحم تفاصيل عدد السيارات اللي بتمتلكها الملكة أحلام. الرولز رويس، سيارة كلاسيكية فاخرة بتمتلك أحلام عدة ألوان منها، وسعرها بيتجاوز 500,000 دولار أمريكي. البنتلي السوداء، واختارت أحلام اللون الأسود منها لأنه بتعتبره الأقرب إلى قلبها، وتجاوز سعرها 250,000 دولار أمريكي. السيارة الحمراء اللي عم تمر أمامكم بتعود لوحدة من أغلى السيارات بالعالم، وسعرها بفوق 3 مليون دولار أمريكي. أحلام طبعاً تملك غيرها من السيارات، بس هأكتفي بذكر هيدا قدر منها. لحظة، انتبهوا، ما بتنتهي رفاهية أحلام عند هيدا السيارات بس. تراني السيدة الأولى. بعرف إنكم بتنتظروا إطلالاتها لتتأملوا مجوهراتها الثمينة، وأنا مأكدة إنه الأقلية منكم بيعرف تفاصيل ثروة مجوهرات أحلام الخيالية. عقد بلغت قيمته 47 مليون دولار أمريكي، وكانت ابتدته أحلام سنة 2013 بأحد برامج الهواة، والعقد تحول لحديث الصحف بسبب تصميمه المكون من قطع الماس النادرة، واللي بتتراوح سعرها حسب ما صرحت ونشرت 47 مليون دولار أمريكي. إيه؟ صدقوا، عقد بقيمة 7 مليون دولار أمريكي، وكانت أحلام تحولت لحديث السوشيال ميديا من بعد حفلة اللي أقيم خلال موسم الرياض، حيث ظهرت أحلام بحسب ما قيل بعقد صمم خصيصاً لإلها من واحدة من أهم العلامات التجارية لتصميم المجوهرات بالخليج، ووصل سعرها للسبعة مليون دولار أمريكي، وهي مرصعة بأحجار ماسية من لونين الأصفر والأبيض، إضافة إلى أحجار الزمرد الأخضر الكولومبي النادر. المجوهرات بالنسبة لأحلام بتزيدها ثقة وقوة، واختارت أحلام هيدا الطقم الكامل من واحدة من أهم العلامات التجارية لصناعة المجوهرات بالعالم، من مجموعة الفهد المميزة، واللي بتتكون من عقد طويل بيحمل 1299 قطعة من الماس الأبيض إلى جانب 19 قطعة من الزمرد، أما سعره بحسب ما نشر فهو بيتجاوز 500,000 دولار أمريكي. بس لحظة، انتبهوا، القطعة الأكثر إثارة والأغلى بالعالم ارتدتها أحلام، وهي عقد المهراجة باتيالا. تفاصيله أكيد رح تصدمكم. عقد هندي نادر جدا، صمم عام 1928 وبيتكون من 2930 قطعة من الماس، وهو مصمم من 5 صفوف وبينتهي بحجر الماس الأصفر الأضخم، وهو معروف باسم دوبيرز، واللي بيوزن 234 قيراط، وبيحتل المركز السابع بقائمة أكبر ماسات دوبيرز، واللي بيعد من أغلى القطع على الإطلاق. تدري ليش أزعل؟ هيدي بعض تفاصيل ثروة وممتلكات أحلام واللي فاق سعرها الخيال. والسؤال هلأ، شو هي أكثر قطعة مجوهرات عجبتكم أكثر شيء؟ ترقبوا حلقة الأسبوع المقبل لمزيد من التفاصيل عن نجومكم المفضلة. إلى اللقاء.